السلام عليكم، معكم خالد احمد من اسكيب برودكشنز، والنهارده بقدم لكم فيديو جديد. هيكون ده الفيديو الخامس ولا السادس، مش متذكر الصراحه، هيكون مكتوب في العنوان بتاع الفيديو. طبعا في الفيديو ده هجاوب على اسئلتكم اللي انتم سالتوها من خلال الحلقه اللي فاتت، وطبعا كان في شويه اسئله كتيره بس تقريبا مش زي كل مره، الله اعلم الموضوع هيرسى على كام دقيقه في الاخر. دايما الفيديوهات دي بتكون طويله لان معظمكم بيسال اسئله كتيره جدا، وبحاول ان اجاوب على معظمها. وزي ما قلت لكم في المره اللي فاتت، اي اسئله ممكن تكون اتكررت او انا جاوبت عليها في الحلقات اللي فاتت، انا بحاول ان انا اخد بدلها اسئله ممكن تكون جديده، اسئله ممكن تكون فيها مناقشات اكتر او حاجه زي كده. فلو في اسئله انا ما جاوبتش عليها ممكن يكون تم الاجابه عنها في الفيديوهات اللي فاتت. وكالعاده لو اي حد عاوز يسال اي سؤال، عندكم مكانين، الكومنت سيكشن على الفيديو ده او الاكونت بتاع تويتر بتاع القناه ذات نفسها، فعندكم اللينكات موجودة تحت، وطبعا الكومنت سيكشن تسألوا فيه زي ما انتوا عاوزين، او مناقشاتكم او تعليقاتكم عن بعض الاجابات اللي انا هقولها بخصوص الاسئلة بتاعت الفيديو ده. تعالوا بقى نبتدي كده ونشوف اول سؤال كان معانا. السؤال كان بيسأل في فيديوهات نزلت عن لعبة Death Stranding ان فيها تلميحات عنها موجودة في اجزاء Metal Gear، ايه رأيك في النقطة دي؟ انا شفت بعض الفيديوهات اللي ممكن نقول بتفترض نظريات كتيرة حوالين لعبة Death Stranding. اللعبة لحد دلوقتي الدعاية بتاعتها معمولة عن قصد ان يكون في نظريات كتيرة بتطلع من الناس اللي متابعة الدعاية، ولكن انا في رأيي ان اغلبية الفيديوهات اللي انا شفتها لحد دلوقتي فيديوهات للأسف الشديد طلع من ناس عندهم حالة ممكن نقول نكران او حالة دينايل، ان هم دايما عاوزين يربطوها بمتل جير، عاوزين يقولوا ان السلسلة بتاعت متل جير مستمرة او حاجة زي كده، ودي فيديوهات بتبقى المعنى الحرفي لكلمة صفصطة. يعني دوروا على كلمة صفصطة على جوجل كده وشوفوا معناها ايه. فعلا الفيديوهات دي بتعرف الكلمة دي او المصطلح ده. ولكن بالنسبة للنقطة اللي انت بتتكلم عنها، ان ممكن يكون في تفاصيل موجودة في التريلرز ممكن يتحس انها قريبة شوية من بعض اجزاء ميتال جير والكلام ده، انا شايف ان الموضوع ده ممكن يكون عادي. يعني واحد زي هيديو كوجيما دايما بيحب ان هو يحط زي تلميحات او ريفرنسز ممكن تكون ليها علاقة بافلام هو بيحبها او العاب هو اشتغل عليها او حتى العاب تانية هي عجبته. فالموضوع ذات نفسه انا شايف ان هو حتى لو موجود مش هيكون يعني الدلالة على انها جزء من السلسلة. دي حاجة عادية جدا، وفي حاجة اسمها ايستر ايجز في الفيديو جيمز وفي الافلام بنشوفها دايما انها بتلمح لحاجات تانية ملهاش علاقة مثلا بالحبكة او بالاحداث او بالجيم بلاي بتاع اللعبة. السؤال بعد كده، هل بيستي وجمايكا اصدقائك؟ هم الاثنين اعرفهم بشكل شخصي، وخصوصا عمر، عمر جمايكا بالذات يعتبر من اعز اصدقائي ودايما بنتقابل من حين لاخر. مؤخرا كنت معاه واحنا ناس صحابنا تانيين وكنا بنشوف فيلم بتاع انفينيتي وور يوم الجمعة اللي فاتت. فعمر بالذات يعتبر من اعز اصدقائي، يعني مش مجرد معرفة ان هو يوتيوبر وخلاصه بس. السؤال بعد كده، لو ليك في العاب الكورة، للأسف لا ماليش، تتوقع ايه هو مستقبل برو ايفولوشن ساكر، خصوصا هي كل يوم بتخسر حقوق وتراخيص؟ انا زي ما قلت لك انا ماليش خالص في الالعاب بتاعت كرة القدم، ماليش في كرة القدم عموما، بس اعتقد ان اللي بيحصل مع لعبة زي دي نفس اللي بيحصل مع الالعاب بتاعت كونامي عموما. كونامي بتخسر اساسا حاجات كتيرة جدا ليها علاقة بالالعاب التانية اللي بتعملها، سواء مثلا كاسلفينيا، سواء سايلنت هيل، سواء ميتال جير سوليد، الالعاب القديمة اللي كانوا بيعملوها زمان مثلا زي سويكودن او كونترا. يعني عدم الاهتمام باللعبة حتى لو انا ما بلعبهاش او مش مهتم بيها شيء متوقع لما الاقي ان شركة زي كونامي هي اللي شغالة على اللعبة، لان الشركة ذات نفسها ما عادتش مهتمة اصلا بانها تعمل العاب بشكل ممكن يكون محترم. بعد كده كذا سؤال، ايهما الافضل، ان اشتري حاسب قطعة قطعة واجمعهم او تجميعة جاهزة من الشركة، اقصد حاسب ديسكتوب، وايه الفروق ما بينهم؟ لو انت قصدك على انك انت تشتري جهاز متجمع من شركة مثلا زي سايبر باور بي سي مثلا او الين وير او حاجة زي كده، انا زمان ما كنتش بحب ان انا اشوف اي حد مثلا بيتجه ان هو يرمي فلوسه في شركة بتدفعه فلوس اكتر مقابل الاسم بتاع الشركة الموجود على الجهاز. لكن للأسف الشديد يعني في ظل الاسعار العالية جدا لاسعار كروت الشاشة بالتحديد بسبب موضوع التعدين والكلام ده، الشركات دي بقى بتوفر الاجهزة وفيها كروت شاشة بسعر السوق الحقيقي اللي هو السعر بيسموه الـ MSRP. فبقى دلوقتي ممكن تكون حل كويس ان اي حد ممكن يتجه ليها، بس انا انصح يعني انك انت ممكن تستنى شوية
تشوف كروت الشاشه الجديده بتاعت انفيديا اللي هتنزل، وخصوصا ان في انخفاض في الاسعار بيحصل بشكل تدريجي في الوقت الحالي، ممكن يخليك انك انت تجمع جهاز قطعه قطعه مع بعض مره واحده، وانك انت توفر فلوسك عن انك انت تشتري مثلا جهاز اللي هو بيكون متجمع جاهز من شركه تانية. ايه اصعب مرحله واجهتك وعدتها اكتر من مره؟ كانت الديفايل دونجنز في لعبه بلاد بورن. كنت بحاول ان اجيب بلاتنم بتاع اللعبه وجبته الحمد لله، بس الديفايل دونجنز دي كانت من اصعب الحاجات اللي انا لعبتها طول حياتي. بالنسبه لمراجعه الالعاب القديمه، انت قلت هتم مراجعه فير وامتى؟ انا هعملها قريب ان شاء الله، بس مش عاوز ان انا احدد ميعاد معين عشان اكون زي مدي وعد لاي حد، بس اللعبه دي في حاططها في دماغي ان انا اتكلم عنها في فيديو قريب، وخصوصا انها يعني بتقدم حاجه ممكن تكون ما عادتش موجوده في الوقت الحالي بنسبه كبيره، اللي هو الذكاء الاصطناعي بنسبه عاليه يعني، واتكلمت كتير جدا عن الموضوع ده في كذا فيديو فات. بعد كده، هل تحس انك ظلمت لعبه بيوم من الايام في مراجعه معينه او انطباع؟ انا كنت جاوبت على السؤال ده قبل كده، وكنت قلت ان انا قبل ما اعمل القناه كانت من اكتر الالعاب اللي انا ممكن اقول ان انا ظلمتها بانطباع اولي. فضلت يعني فتره 4 شهور مش عاوز العب اللعبه بسبب الانطباع ده، هي لعبه زي سكايريم. ممكن نحط حقيقه كده وفاكت كده الاول، ممكن نقول ان سكايريم مش افضل جزء من اجزاء السلسله بتاعت إلدر سكرولز، بس اللعبه كانت حلوه جدا، انا استمتعت بيها جدا، والاستكشاف فيها كان عظيم ومعمول بشكل اتمنى ان معظم الالعاب انها تحاول انها تستفيد منه حتى في الوقت الحالي، مع ان اللعبه نازله في 2011. السؤال بعد كده، انت اذا وصلت للمراجعه رقم 200، هل هتنزل تحليل او مراجعه للعبه معينه مثل باي شوك وسايلنت هيل؟ والله هو انا بفكر ان اعمل حاجه زي كده ان شاء الله، وبحاول ان الموضوع ما يكونش بقى مرتبط ان انا كل ما اعمل 50 فيديو للريفيوز اخلي فيديو مثلا رقم 200 او 250 او 100 او 150 مثلا او حاجه زي كده يكون فيديو معمول بشكل سبيشال. لا، انا عاوز الموضوع ده يكتر مع الوقت، وانا عاوز ان استغل بقى الفراغ اللي موجود في الفتره اللي جايه بقى من ناحيه ان مفيش العاب جديده بتنزل، ان انا اقدم اكتر من فيديو لحاجه زي كده. وكنا من شويه بنتكلم عن لعبه زي فير. بالنسبه للمانجا او الانمي بتاع بيرزيرك، انا قريت المانجا ما اتفرجتش على الانمي خالص، انا اتفرجت بس على الفيلم اللي كان ماسك الارك اللي هو بتاع جولدن ايج، لكن في المانجا انا واقف عند الاركس بتاعت بلاك سورد مان بالتحديد. المانجا عموما عظيمه جدا، انا حاسس ان ليها تاثير عموما على العاب او ممكن نقول بعض الانميات تانية او حاجه زي كده، وخصوصا في الالعاب بتاعت هيداكا ميازاكي اللي هي مثلا دارك سولز وبلادبورن. السؤال بعد كده، هل استوديو روك ستيدي هيعمل لعبه او يعمل على جزء جديد من سلسله باتمان؟ في الوقت الحالي مفيش اي تاكيدات على حاجه زي كده، هما بيقولوا ان هما بيعملوا لعبه جديده، بس ايه هي اللعبه الجديده دي مفيش اي تفاصيل عنها تماما في الوقت الحالي. لكن كان في اشاعات ان في استوديوهات تانية تبع وارنر براذرز المفروض ان هما بيعملوا لعبه باتمان جديده وهياخدوها بشكل مختلف وبعيدا عن السلسله اللي هي كانت اسمها باتمان اركم، فلما نشوف في المستقبل ايه اللي هيتقدم بالنسبه للسلسله او بالنسبه لشخصيه باتمان عموما. بعد كده، هل تتوقع ان العاب الموبايل ممكن تتفوق على العاب الكونسولز او حتى تقتلها، خصوصا ان بدانا نشوف العاب بجرافيكس قوي ودعم الالعاب مثل فورتنايت؟ اقول لك على حقيقه ممكن تكون مش عارفها بسبب السؤال ده، ان السوق بتاع العاب الموبايل اساسا بكافه انواعها ممكن يكون اكبر بكتير من سوق الالعاب اللي موجوده على الكونسولز واللي موجوده على البي سي، الاثنين مجتمعين مع بعض. دي حاجة ممكن تكون واضحة جدا بسبب ان الشركات اللي بتعمل العاب على الكونسولز وعلى البي سي بتحاول انها تجيب السياسات المادية اللي موجودة في الالعاب بتاعت الموبايلات وتحطها في الالعاب التريبل اي اللي احنا بندفع فيها $60 عشان يحاولوا ان هم يكسبوا بنفس المكسب اللي احنا بنشوفه في الالعاب الموبايلات اللي هي زي كاندي كراش مثلا او حاجات زي كده وفيها مايكرو ترانزاكشنز بنسبة عالية جدا. فلو هنتكلم من الناحية المادية او من الناحية الاقتصادية، الالعاب بتاعت الموبايلات متفوقه بقالها فتره طويله من ناحيه الارقام على الالعاب بتاعت الكونسولز وعلى البي سي كمان. لو هنتكلم من ناحيه ان احنا نشوف العاب مستوى ممكن يكون عالي او حاجه زي كده، الموضوع ممكن يكون بيحصل في الوقت الحالي، لانك انت جبت مثال زي فورتنايت، او عندنا جهاز زي النينتندو سويتش، هو ما يعتبرش جهاز موبايل مثلا، جهاز تليفون محمول، ولكن هو جهاز محمول كونسول محمول زي النينتندو 3 دي اس او البلاي ستيشن بورتبل او بلاي ستيشن فيتا، واديك شايف الالعاب اللي عليه مستواها عامله ازاي وبتقدم تجارب شكلها عامل ازاي، كمان بسبب ان هو الجهاز يعتبر قوي كجهاز محمول، لكن ما تقارنوش تماما بجهاز كونسول. السؤال بعد كده هو طبعا للاسف الشديد متلخبط بسبب الالاينمنت بتاعت اليوتيوب، ما علينا، بس السؤال بيسال ايه توقعاتي بالنسبه للمؤتمر بتاع سوني ومؤتمر بتاع بيسازدا؟ بيسازدا بالتحديد انا اتكلمت اكتر من مره ان انا متوقع منهم ان هم يعلنوا عن
اللعبه الار بي جي الساينس فيكشن الجديده اللي كان في اشاعات كتيره جدا عنها في الفتره اللي فاتت اللي اسمها ستارفيلد دي، انا منتظره منهم بشكل كبير. لكن ممكن بقى نحط جنبها العاب تانية زي دوم 2 على سبيل المثال، دي انا منتظر ان هم ممكن يعلنوا عنها. بالنسبه لسوني انا شخصيا مش عارف الصراحه ايه اللي ممكن اتوقعه منهم، لان انا حاسس ان سوني اعلنت عن كل الالعاب اللي موجوده معاهم لحد نهايه الجيل ده، او ممكن نقول السنتين اللي جايين على الاقل، يعني لو احنا مش هنتوقع الجيل ده هينتهي امتى. ديك شايف معظم الالعاب الحصريه المتوقعه عنها، فاللي انا شايفه ان هم الالعاب دي تم الاعلان عنها قبل كده، هيورونا جيم بلايز منها فقط وهيذلونا عشان نعرف مواعيد نزول اللعب دي زي ما حصل مع جود اوف وور. السؤال بعد كده، ايه رايك في لعبه فاليانت هارتس ذا جريت وور، وايه احسن الالعاب البلاتفورمر والاندي اللي لعبتها وعلمت معاك؟ لعبه فاليانت هارتس ليها ريفيو على القناه، من الالعاب اللي انا استمتعت بيها جدا واستغربت انها نازله بالجوده دي من يوبي سوفت في سنه 2014 اللي هي كانت من اسوأ السنين اللي شفتها الالعاب يوبي سوفت عموما. ايه احسن الالعاب البلاتفورمر اللي انا لعبتها؟ ممكن اقول لك ريمان ليجندز وسوبر ماريو جالاكسي 1 وسوبر ماريو اوديسي اللي نزلت السنه اللي فاتت. بالنسبه للالعاب بلاتفورمر الاندي، لعبه زي اوري اند ذا بلايند فورست والالعاب كتيره قوي اندي ممكن تكون ممتازه. انت لو رجعت الفيديوهات اللي انا عملتها لاحسن العاب مستقله في خلال السنين اللي فاتت دول، هتلاقي العاب بلاتفورمر اندي كتيره جدا عجبتني وفعلا معلمه معايا لحد دلوقتي. السؤال بعد كده، احمد حسن، هو طبعا سؤالك كان طويل جدا، بس هو بيسال عموما ان هو شايف ان سنه 2015 بالنسبه له كبي سي جيمر ممكن تكون احسن سنه واخر سنه كان فيها مجموعه العاب ممكن تكون متميزه، وده عكس 2016 و2017 اللي مطلعش منهم الا بدارك سول 3. في رأيي الشخصي والله انا شايف ان في العاب تانية ممكن تكون ممتازه، انا معرفش ايه ممكن نقول ذوقك الشخصي بالنسبه للالعاب، بس لو انت مثلا مديلي امثله الالعاب زي ار بي جي، السنه اللي فاتت كان في لعبه زي ديفينيتي اوريجينال سين واللعبه دي ما كانتش نازله الا للبي سي، هي تنزل طبعا لاخر السنه دي للكونسولز، بس اللعبه دي كانت متميزه وحلوه جدا. كان في اكس كوم، كان في ديس اونر 2، كان في ديس اونر ديس اوف اوتسايدر، كان في براي، كان في دوم، لا في العاب كتيره جدا كانت ممتازه للبي سي في خلال السنين اللي فاتت. السؤال بعد كده، ايه ردك المنطقي لما حد بيقول جيمنج حاجه تافهه وللاطفال وانت كبرت على الكلام ده؟ هحاول ان انا مثلا اوري له قصه مثلا بعض الالعاب زي نير اوتوماتا مثلا اللي بتتكلم عن بعض الشخصيات اللي عندهم حاله اكزيستنشال كرايسيس مثلا، او لعبه زي باي شوك بتتكلم عن جوانب فلسفيه زي الاوبجكتيفيزم مثلا، وبتحاول ان انا اتقدم لها نقد، او خليه يلعب لعبه زي كاب هيد ويتعذب ويعرف ايه الالعاب المعموله للاطفال. طيب بعد كده، لو هيعملوا لعبه من عالم جيم اوف ثرونز، تحب انه مطور يشتغل عليها؟ اتمنى مطور معين هو اللي اشتغل عليها، لان هو المفروض كان هيعمل لعبه الجيم اوف ثرونز قبل ما المسلسل كان يظهر اصلا، واللعبه كانت مبنيه على الكتب بالتحديد، هم اوبسيديان انترتينمنت، بس اتمنى لما يجوا يعملوا اللعبه يكون معاهم بادجت كبيره تخليهم يعملوا اللعبه دي. بعد كده، ايه افضل كوميك بوكس لدي سي اللي لازم اقراها؟ هل في كوميك بيوضح تفاصيل حياه الجوكر قبل ما يكون شرير؟ اجابتنا على السؤال الثاني، وهو ذا كيلينج جوك اللي انا كنت وريته لكم في اول فيديو، ده متوضح فيه بعض الاوريجنز اللي تخص الجوكر، بس اعتقد ان في توضيح اكتر هيحصل للاوريجنز بتاعته من خلال الكوميكس اللي بتنزل حاليا من دي سي في استمراريه كده اسمها ريبيرث. بالنسبة لأفضل الكوميكس لدي سي، في حاجات كتيرة جدا، يعني أنا كواحد بحب باتمان أكتر يعني سوبر هيرو بالنسبة لي، أنت عندك طبعا زي كيلينج جوك، عندك حاجات مثلا زي نايت فول، عندك مثلا دارك نايت ريتيرنز، عندك ديس إن ذا فاميلي، ديس أوف ذا فاميلي، لا في حاجات كتيرة جدا. وبعيدا عن باتمان، أنت عندك حاجات برضو ممكن تكون ممتازة زي إنفينيت كرايسيس، عندك حاجات تانية برضو زي داركست نايت لجرين لانترن، لا في حاجات ممتازه كتيره جدا انت ممكن تتفرج عليها. وبرده كان في حد كان سالني على حاجه زي كده في فيديوهات اللي فاتت، في قناه اسمها فاريان كوميكس، حاول انك انت تشوف القناه دي وتشوف الفيديوهات اللي هم بيقدموها للشخصيات، بيقدموا فيديوهات مثلا لشخصيه جرين لانترن وبعد كده بيجوا في الاخر يقترحوا كوميكس انت ممكن تقراها لجرين لانترن او لباتمان او لسوبرمان، وفي حاجات كتيره جدا ممتازه انت ممكن تقراها. ممكن اقعد مثلا بالساعات اقعد اقترح عليك حاجات كتيره جدا ممكن تقراها. السؤال بعد كده كان مجموعه اسئله وكان واحد منهم طويل جدا، احاول طبعا ان انا اخد الاسئله اللي ممكن تكون الابسط او الاصغر الاول وبعد كده نفوق للسؤال التاني اللي هو يعني هنجاوب عليه بشكل كبير. اول حاجه بالنسبه يعني ايه ليفل ديزاين اللي انت اتكلمت عليه وشكرت فيه في لعبه ديس اونر 2،
وفين الاقيه في لعبه زي شادو اوف موردر. ليفل ديزاين ككلمه ذات نفسها من معنى بتاعها الحرفي تصميم مرحله، وده معناه المرحله اللي اللعبه بتحطك فيها، ازاي انت تتفاعل معاها، ازاي توصل للهدف بتاعك من خلال المرحله دي، وازاي انك انت تنفذ الهدف. ده ليفل ديزاين لو انا هتكلم من منطلق لعبه زي ديس اونر 2 مثلا. في لعبه زي شادو اوف موردر او شادو اوف وور انت عندك اللعبه بتحاول انها تخليك تركز على أنظمة أكتر من أنك أنت بتركز على زي مراحل معينة أنت تتفاعل معها. في مراحل معينة مثلا من خلال الستيلز في بعض المعسكرات أو في بعض المباني الموجودة في المعسكرات اللي أنت بتتردد عليها، ولكن زي ما قلت لك لعبة شادو اوف موردر أو شادو اوف وور بتخليك أنك أنت تركز أكتر في التعامل مع النيمسيز مود والكلام ده أكتر من أنك أنت بتتعامل مع المهمات وتصميم المرحلة. ويمكن ده وقع من نظري شوية الجزء اللي هو الأخير، اللي انا شايف ان هم كانوا ممكن يهتموا بالليفل ديزاين او يهتموا بتصميم المهمات اكتر ويدوا للعبة قيمة اعلى. بالنسبة لسؤالك اللي كان الاخير اللي هو لعبة ديزرت ستورم 1 و 2، اللعب دي انا لعبتها زمان قوي بس ما لعبتهاش بشكل كبير بحيث ان انا ممكن اكون مكون رأي عنها الحقيقة، فما عنديش اي رأي ان انا اقوله عنها. هي كانت اللعب تقريبا سير بيرسون تقريبا او حاجة زي كده على ما افتكر. بالنسبة بقى لسؤالك التاني، وكان ده سؤال مهم جدا، لعبة فار كراي 5 ولعبه زي جوست ريكون وايلدلاندز، انت سؤالك دلوقتي عن ليه انا حبيت فار كراي 5 وشايف ان فار كراي 5 ممكن تكون احسن من جوست ريكون وايلدلاندز، في حين انك انت حطيت كذا نقطه شايف من خلالهم ان ممكن تكون اللعبتين على نفس المستوى او لعبه زي جوست ريكون وايلدلاندز من رايك ممكن تكون احسن. انا هسالك كذا سؤال وهجاوب عليهم في نفس الوقت. هل لعبه زي جوست ريكون وايلدلاندز كان فيها زي فار كراي 5 قصه او خط احداث معين وشخصيات محيطه بيه، سواء بقى من فيلنز او سواء مثلا من الناس اللي حواليا في احداث اللعبه ممكن اهتم بيهم والاقي منهم مثلا مواقف مبنيه على اكشن او مبنيه على كوميديا او مبنيه على احداث مثلا فيها دراما؟ هل كان في حاجه زي كده في جوست ريكون وايلدلاندز؟ ما كانش فيه. انت شايف ان النهاية بتاعت لعبة زي فار كراي 5 ممكن تكون نهاية سيئة في وجهة نظرك؟ انا زي ما قلت في الريفيو بتاع اللعبة النهاية دي هيحصل عليها انقسام، ودي حاجة انا متوقعها. انا واحد من الناس ما اتضايقتش من النهاية، بس اتضايقت من حاجة معينة في تنفيذ النهاية ذات نفسها وكان دور بطل اللعبة في النهاية نفسها دي. لكن حاول انك انت تبص للنهاية دي على انها بتحطك قدام سؤال، هل اللي انت عملته طول اللعبة دي كلها والموقف اللي حصل في اول اللعبة لما انت قابلت جوزيف سيد، هل كل اللي انت عملته طول اللعبة ده كان يستاهل؟ كان لازم يحصل؟ اللعبة صحيح نهايتها مش تقليدية بس هي بتخليك تبص اكتر لحتة بقى العنف في مقابل بقى حاجة بتحصل في الولايات المتحدة زي حرية التعبير عن الرأي، حرية الاعتقاد، وجود الكالتس اللي كانت موجودة في الولايات المتحدة في فترة التسعينات بشكل كبير. والسؤال بقى هل انت شايف الناس دول مجرد بيمارسوا حرية التعبير عن الرأي وحرية الاعتقاد اللي المفروض الولايات المتحدة بتضمنها لكل الناس، ولا دول ممكن يكونوا بيمثلوا خطر عليك؟ وهل الخطر ده موجود بالفعل ولا انت ببعض الافعال اللي انت بتعملها بتتسبب في وجود الخطر ده؟ اللعبة بتخليك تسأل الأسئلة دي في الآخر بالنهاية بتاعتها. النهاية كانت ممكن تبقى أحسن من كده، بس أنا شخصيا مش شايف إنها نهاية سيئة. النهاية بتخليك تعيد التساؤل في كل اللي أنت عملته طول اللعبة. بالنسبة للجيم بلاي، هل لعبة زي جوست ريكون وايلدلاندز كانت بتديلي طريقة ممكن أقول إنها أورجانيك أو ممكن تكون أفضل في إنها تعرض المهمات قدامي على الشاشة وإن أنا أفضل أخدها بشكل ممكن يكون طبيعي؟ لا، اللعبة كانت مقدمة لي مهمات عاملة زي واجب المدرسة اللي هو فتح لي خريطة، عندك مهمة هنا وهنا 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 وهنا، عاملة زي مثلا المدرس اللي في المدرسة ولا الدكتور اللي في الجامعة اللي بيقولك الامتحان هيجي من الصفحة كذا للصفحة كذا. انا عاوز استمتع باللعبة، مش عاوز احس ان انا عندي بيزي وورك ولاقي نفسي مجبر على ان انا اعمله. فار كراي 5 عملت العكس، طول ما انا بتمشى في اللعبة على حسب اللي انا وصلت له بلاقي حاجات بتتفتح لي قدامي اكتر واكتر مع الوقت، فده كان تصميم احسن للعبة من جوست ريكون وايلدلاندز. حتى المهمات الجانبية في فار كراي 5 كانت افضل بكتير من جوست ريكون وايلدلاندز. جوست ريكون وايلدلاندز الحاجات اللي انت بتقعد تجمعها كان التجميع بتاعها ممل، كان ده بيزي وورك بمعنى الكلمة. لما تيجي تبص اللعبة زي فار كراي 5 في حتة البريبير ستاشز الموضوع كان امتع، لان ممكن يكون في قصة صغيرة حوالين الصندوق اللي انت عاوز توصل له او لغز بيساعدك على انك انت تستمتع شوية باللي انت بتعمله ومش بتحس انك انت عمال تجرايند من الاخر. بالنسبه لموضوع الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي في لعبه زي فار كراي 5 ما كانش حاجه ممكن نقول ان احنا نقدر نتباهى بيها، كان مستواه متواضع، بس بالنسبه لمواقف كتيره جدا انا شفتها في جوست ريكون وايلدلاندز كان مستوى الذكاء الاصطناعي لا يليق تماما بلعبه المفروض انها
military action، مفروض انك انت بتلعب دور ناس بيعملوا مهمات تبع مثلا للاستخبارات او تبع للجيش الامريكي والكلام ده. انت في فار كراي 5 انت بتعيش مثلا الفانتسي بتاعت الافلام الاكشن اللي ممكن نقول المبالغ فيها شويه في الاكشن بتاعها، لكن في لعبه زي جوست ريكون وايلد لاندز لما انت تحط لي ذكاء اصطناعي بالمستوى ده في لعبه مفروض انها بتحاول تبقى ميليتري سيميليتر مثلا او بتقرب شويه من التجربه دي، الموضوع ما كانش مقبول. الفكره في الاخر ان انا في الريفيو بتاع لعبه زي جوست ريكون وايلد لاندز جيت في الاخر وقلت ان اللعبه ممكن يكون فيها نسبه استمتاع لو انت هتلعب مع ناس صحابك، بس دي بتحطني بقى قدام حاجه انا ببص لها مثلا من منطلق انها لعبه اسمها جوست ريكون. جوست ريكون كسلسله كان فيها حاجات كتيره جدا بتدعم انك انت تلعب لوحدك، فين في وايلد لاندز انك انت مثلا تلاقي زي تاكتيكال مود بيخليك انك انت تتحكم باختيارات كتيره جدا في الفريق اللي معاك؟ مفيش. فين في جوست ريكون برضو وايلد لاندز حاجه زي تاكتيكال كاميرا اللي كانت موجوده في ادفانسد وور فايتر اللي بتخليك ممكن تتحكم بالفريق وهو يخلص لك المهمه بدون ما انت تضرب رصاصه وسط المهمه؟ برضو مفيش. فاللعبه عباره عن اخر حاجه انا شخصيا شايف انها فرصه ضايعه بنسبه كبيره جدا ومعموله في الاخر للكوب فن فقط لا غير، وعشان كده انا جيت في الريفي بتاع اللعبه وقلت انها يجي منها لعبه اوكي مش وحشه، بس على نسخه البي سي اول ما نزلت كانت سيئه جدا من ناحيه الجليتشات والبرفورمانس بتاعها، وعشان كده نصحت انها تتاجل، وده اللي انا قلته في اخر الريفي بتاع اللعبه. فاتمنى ان انا اكون قلت لك بكل التفاصيل الممكنه زي ما انت طلبت مني ان انا اقول لك ليه انا شايف ان دي احسن من دي. انت لو استمتعت بلعبه زي جوست ريكون وايلد لاندز اكتر من فار كراي دي حاجة ترجع لك، وانا مش هاجي اضربك على ايدك عشان انت حبيت اللعبة دي اكتر من دي، ومهم انك انت استمتعت باللعبة، لكن انا وضحت لك الاسباب اللي ممكن تكون وقفت قدام استمتاعي بلعبة زي جوست ريكون وايلد لاندز، والاسباب التانية اللي خلتني استمتع بشكل اكبر بلعبة زي فار كراي 5، لدرجة ان انا من بعد لما خلصت الريفيو بتاعها وخلصت القصة رجعت ان انا العب فيها حاجات تانية اكتر واخلص كل المحتويات الموجودة قدامي وانشف اللعبة، ما فيهاش اي حاجة دلوقتي خالص ان انا اعملها. رينبو 6 سيج تشتغل كويس لو النت 2 ميجا ولا فرق البنج هيقرفني؟ ولازم فويس شات ولا لا؟ وهل الكوميونتي بتاع توكسيك ولا لا عشان مراره؟ مهم. السؤال الاولاني بالنسبه لك الموضوع بتاع الانترنت 2 ميجا، انا كنت 2 ميجا قبل ما اكون 16 ميجا في الوقت الحالي وكانت الالعاب شغاله معايا كويس جدا. حط في اعتبارك حاجه، وكان في ناس سالتني السؤال ده قبل كده بخصوص اني سرعه نت ممكن تكون افضل، وهجاوب عليهم من خلال السؤال بتاعك. سرعة الانترنت مش مؤثرة على جودة اتصالك في اي لعبة، والبنج ذات نفسه مش بيتقاس على السرعة اللي انت بتختارها، البنج بيتقاس على الاسلاك اللي متوصلة بالخطوط عندك في التليفون بتاع البيت عندك، او السنترال ذات نفسه، هل السنترال متجهز بشكل كويس ومفهوش مشاكل ولا لا؟ لان لو السنترال معداته قديمة وفيها مشاكل اللعبة اكيد هتعمل مشاكل معك. طبعا عشان احنا هنا في مصر عندنا مشاكل كتيرة جدا مع حوار الفويب والكلام ده، فويس شات مش شغال في اللعبة، بس للأسف الشديد هو لازم انك انت تستخدم فويس شات عشان انك انت تتواصل مع الناس اللي معاك في الفريق، لان اللعبة دي بتعتمد على تيم وورك بشكل كبير جدا. فكرة انك انت بقى لو هتلعب مع ناس صحابك المشكلة دي محلولة، لو هتلعب لوحدك كان الله في العون. هل الكوميونيتي بتاع اللعبة بقى توكسيك؟ هو مفيش لعبة مفيهاش توكسيسيتي تماما، بس بالنسبة لي ممكن تكون ارحم بكتير من لعبة مثلا زي اوفر واتش في الوقت الحالي، لان اللعبة مش هتجذب ناس عاوزة بقى تقعد تهرج والكلام ده، التهريج هيكون في جانب الكاجوال في اللعبة، لكن لو جانب مثلا الرانكد والكلام ده انت داخل مع ناس عاوزين يكسبوا، ناس عاوزين يتعاونوا مع بعض بشكل كويس، فاغلبية الوقت الناس دي مش هتلاقيهم ان هم بيتصرفوا معاك بشكل طفولي او قاعدين بيزعقوا في المايك او بيشتموا والكلام ده. السؤال بعد كده سينج بلاير versus مالتي بلاير which is better؟ انا بالنسبه لي يعني من زمان ممكن اكون ان انا بميل اكتر للسينج بلاير، انا بحب الالعاب السينج بلاير والقصص والكلام ده، بس طول عمري انا مهتم وبحب جدا الالعاب المالتي بلاير، يعني لعبه زي باتل فيلد 3 ممكن تكون اكتر لعبه لعبتها مالتي بلاير ولعبت فيها بتاع تقريبا اكتر من 1000 ساعه او حاجه زي كده، بس بلاقي في الاخر الالعاب اللي بتعلم معايا وبتسيب اثر عندي الالعاب اللي هي السينج بلاير بشكل كبير. سؤال بعد كده جيت ايفنت سالتك عنها في الفيديو اللي فات خلال ده شكلك ما خدتش بالك. عموما انا عرفت من اللعبه من خلال الويب سايت بتاع الشانل، كنت مستني منك ريفيو والله عشان شكلها عجبني نوعا ما، وايه رايك لو جربتها؟ بصراحه انا ما جربتش اللعبه لحد دلوقتي خالص، اللعبه ما جاتليش اي فرصه، بس اللي هو لو في فرصه قدامي ان انا اجربها
ممكن ابقى العبها وممكن ابقى اتكلم عنها لو يعني في مجال لحاجه زي كده. بالنسبه للكروس اوفر بتاع سبلنتر سيل وجوست ريكون وايلد لاندز، تقريبا السؤال عدى عليه فتره شويه، ما عنديش انا الصراحه ان انا انزل اللعبه تاني عشان اجرب دي ال سي زي ده. ينزلوا لي سبلنتر سيل جديده احسن، يعني مش هلعب سبلنتر سيل من خلال دي ال سي لجوست ريكون وايلد لاندز. بعد كده كذا سؤال، اولهم بقالك فتره طويله ما عملتش فيديوهات انبوكسنج لاي لعبه في سبب معين، وسمعت عن اللعبه اللي من انتاج استوديو تطوير مصري اسمها نايت اوف ذا لايت. كان في حد سالني قبل كده السؤال ده وشفت فيديو جديد بعد السؤال في تقريبا الفيديو الاولاني. المهم بالنسبه للسؤال الاولاني، معظم الالعاب اللي انا بجيبها في الوقت الحالي هي العاب ديجيتال، سواء على بلاي ستيشن او سواء على البي سي، وانا بلعب على البي سي بشكل اساسي. حتى نسخ المراجعات اللي ساعات بتيجي فيها حاجات مميزه او حاجه زي كده، يعني بيقوموا بواجبهم بتوع الشحن ان هم يمرمطوا لي اللعبه ويفتحوها، ومش بعيد يوقعوا حاجات في الكيسه بتاعتها او يقطعوا لي ورقه مثلا او حاجه زي كده. ده اللي حصل معايا في النسخه بتاعت God of War اللي جت دي من سوني، فبيبقى شكلها مش حلو الصراحه ان انا اعمل لها انبوكسنج. بالنسبه للعبه نايت اوف ذا لايت، انا شفت الفيديو الديمو اللي هم عرضوه، واللعبه شكلها كشكل يعني مش كجيم بلاي، شكلها ممكن يكون مبشر شويه، لكن مش عارف الصراحه، حاسس ان الجيم بلاي عاوز شغل كتير جدا. الجيم بلاي من ناحيه الكومبات والكلام ده عاوز شغل كتير جدا. طبعا لعبه زي دي صعب ان انا احكم عليها من دلوقتي، واتمنى انها تطلع حاجه محترمه، لان الواحد نفسه يشوف لعبه ممكن تكون معموله في الشرق الاوسط، معموله بشكل محترم. بعد كده هل ممكن نشوفها في فيديو مع يوتيوبرز تانيين؟ ممكن، اللي يمنع، بس مفيش اي خطه لحاجه زي كده دلوقتي. بعد كده موضوع الالعاب السنجل بلاير اللي انت سالت عنه، في فيديو قريب هقدمه الموضوع ده، والفيديو ده انا كنت منتظر اساسا God of War عشان اشوف هي هتقدم ايه او هتعمل ايه، عشان اعدل على الفيديو ده في بعض النقط واتكلم بقى عن موضوع السنجل بلاير جيمز، وهل فعلا هي في خطر ناحيتها دلوقتي ولا لا. بعد كده هل هنشوف العاب زي دارك سولز تاني ولا خلاص اتمنى نوعيه الالعاب دي تكمل؟ نوعيه الالعاب دي بتكمل من خلال العاب تانية مش فروم سوفت وير بيعملوها، في العاب زي نيو او بعض الالعاب المستقله اللي بتنزل في الفتره اللي فاتت بتحاول انها تكمل وتطور على الفورمولا بتاعت السولز جيمز. لكن بالنسبه لدارك سولز بالتحديد ممكن اقول انه صعب شويه، لان القصه بتاعت السلسله اللورز نفسه ممكن نقول انتهى مع الدي ال سي الاخير لدارك سول 3 ده. واحد اتنين، مخرج السلسله اللي هو هيديتاكا ميزاكي قال ان هو والفريق بتاعه في فروم سوفت وير عاوزين يعملوا العاب جديده، عاوزين يجربوا حاجات جديده ومختلفه يشتغلوا عليها. بعد كده ما هو مستقبل جهاز اكس بوكس في ظل الحصريات العديده ومنوعه لجهاز بلاي ستيشن 4 مقارنه بالعدد القليل والمكرر من حصريات جهاز اكس بوكس والتي اصبحت متوفره للحاسب الشخصي؟ عموما انا شايف ان شركه زي مايكروسوفت ارتكبت غلطه كبيره جدا في انها ركزت بشكل ممكن نقول مبالغ فيه قوي على حته الهاردوير وعلى حته الخدمات، واهملت بمعنى كلمه اهملت الفيديو جيمز اللي المفروض تنزل للجهاز بتاعها. الالعاب بتاعت سوني بالتحديد والالعاب بتاعت نينتندو برضو اثبتت ان الاجهزه دي معظم الناس بتشتريها عشان الفيديو جيمز مش عشان الامكانيات بتاعتها. مايكروسوفت المفروض انها يعني مستقبل الجهاز بتاعها عشان يفضل موجود لازم يعملوا العاب، لازم. موضوع بقى الكلام على التقنيات واحنا عندنا اقوى كونسول ومش عارف ايه، يا فرحتي لما يكون عندك اقوى كونسول مثلا اتعمل في التاريخ وانت ما عندكش لعب ممكن تكون معموله بشكل كويس والعاب بتستغل الجهاز ده بكامل قدراته. اللي مايكروسوفت بتعمله في الوقت الحالي ده عامل زي الاتاري جاكور بالظبط بالملي، جهاز قوي جدا العاب مفيش. السؤال بعد كده، اولا شكرا لك يا عبد الرازق على الكلام اللي انت قلته في الاول. بالنسبه لسؤالك انك انت طول عمرك بتستخدم بلاي ستيشن وبعد كده جبت بي سي، بالنسبه لل 1050 تي اي او 8 جيجا رام وكور اي 5 الجيل السابع، الكلام ده ممكن يمشيك مثلا نقول سنتين ثلاثه لقدام بشكل كويس جدا، بس خلي بالك ان ال 1050 تي اي انت ممكن يعني ممكن تطور على الكارت الشاشه، بس ال 1050 تي اي بالتحديد معمول ان هو يشغل العاب ممكن نقول بمستوى متوسط شويه، يعني اعلى لعبه ممكن يشغلها على 60 فريم او اقل بحاجه بسيطه على هاي سيتنجز و 1080 هي جي تي اي 5. لكن الكارت نفسه معمول للالعاب اللي ممكن نقول انها خفيفه، الالعاب بتاعت الاي سبورتس، الالعاب اللي هي ما فيهاش تقنيات عاليه قوي عشان تناسب كل الفئات اللي موجوده في السوق من اللي بيستخدموا اجهزه سواء مثلا لو اند او هاي اند او ميد رينج. لكن الجهاز ذات نفسه بالمواصفات المبدئيه اللي انت قلت عليها دي ممكن يعيشك مثلا 3 سنين او مثلا سنتين قدام بشكل ممكن يكون كويس جدا، لحد بقى لما الجهاز يحتاج ان هو يتطور، وطبعا هيتطور من ناحيه كارت الشاشه بالتحديد. بعد كده انك انت بتسال هل على الاقل ان الالعاب تكون فوق 15 ساعه عشان تدي لك قيمه للمبلغ اللي انت دافعه؟
والله هو بص، هو مش شرط اساسا ان اللعبه تكون طويله يبقى كده خلاص انت دفعت فلوسك في محلها. لا، انت ممكن تعملي لعبه تقعد مثلا 100 ساعه وهي لعبه ممله، لعبه مش ممتعه، وفي اللحظه دي ممكن تكون لعبه مش مستاهله المبلغ اللي يدفع فيها. ممكن تعمل لعبه مدتها 10 ساعات مثلا وتكون مستواها ممتاز، استمتعت بيها، تكون فيها قيمه اعاده كويسه تخليك انك انت تلعبها تاني. فعمر اللعبه هو معيار ممكن نبصله في بعض الالعاب، بس معيار ما بيجيش مثلا في اهم مثلا 3 معايير ممكن اللعبه دي تقدمها، وطبعا المعايير دي بتختلف من ناحيه كل لعبه للتانيه. بعد كده كذا سؤال، اولهم ايه افضل دي ال سي لعبته للعبه بالنسبه لك وليه؟ بصراحه ممكن يكون معظم المحتويات الاضافيه اللي علمت معايا بشكل كبير هي محتويات اضافيه يتقال عليها اكسبانشنز، ما يتقالش عليها محتوى اضافي صغير اللي هو الدي ال سي زي ما احنا بنقول عليه ده. لكن الحاجات الحلوه اللي انا فاكرها في الوقت الحالي مثلا ليرز اوف شادو بروكر مثلا بتاعت ماس افكت 2، ومثلا سيتادل بتاعت ماس افكت 3، دي كانت بالنسبه لي ممكن تكون النهايه الفعليه لماس افكت 3 مش اللي حصل في اخر اللعبه. عندك حاجات مثلا زي مينيرفس دان مثلا لباي شوك، ده عجبني برضو. انا لعبت مؤخرا الدي ال سيز بتاعت باي شوك انفينيت، عظيمه جدا، ممتازه، حاجات يعني فعلا ضافت قيمه للعبه وللقصه بتاعتها. فدي الدي ال سيز اللي انا ممكن اقول لك انها كانت مستوى ممتاز وافضل دي ال سيز انا لعبتها. رايي في لعبه ذا كرو 2 لحد دلوقتي الموضوع ممكن يكون شكله ظريف، يعني مش مشدود قوي للعبه او مش متحمس ليها قوي، بس شكلها مش بطاله يعني لحد دلوقتي، فلما تنزل نجربها ونشوف ايه نظامها. افضل لعبه لعبتها طول مسيرتك كجيمر، انا جاوبت على السؤال ده اكتر من مره قبل كده وقلت ميتال جير سوليد 3. ايه اللعبه اللي تتمنى يكون ليها جزء جديد؟ برنس اوف بيرشا ده اللي على بالي دلوقتي. وهل تعتقد ان لعبه دوم هيكون ليها جزء جديد هينزل في 2018؟ هو ممكن يكون ليها جزء جديد بس ما اعتقدش ان هو ممكن ينزل في 2018 الا بقى لو بيساس ده فاجئونا. يعني السؤال بعد كده، بالنسبه للعبه جاد اوف وور، ايه رايك في التحول اللي حصل لشخصيه كريتوس؟ هل انت ان هو كبر اتهد؟ مش عارف، ممكن تكون انت نسيت تكتب كلمه معينه او حاجه، انت ممكن تكون قصدك ان هو كبر وبقى خلاص ما عادش بنفس القوه بتاعت الاجزاء اللي فاتت. انا مش عارف، انت ممكن تكون لعبت اللعبه ولا لا، فخلينا بعيدا عن السبويلرز طبعا، وبالنسبه للناس كلها بتتفرج على الفيديو، هو ما تهدش بالشكل اللي ممكن يعني يفكرني بسوليد سنيك في ميتال جير سوليد 4. هو مازال محتفظ بقوته كشخصيه ممكن نعتبره زي ديمي جاد، لكن انا مش شايف ان اللي حصل لشخصيه كريتوس ممكن نقول عليه ان هو التحول، هو تطور للشخصيه بتاعته. الشخصيه بتاعته اتطورت بشكل كبير جدا، ما لقيناش مثلا ان هو تحول لشخصيه تانية تماما. اعتقد من ناحيه الكتابه كان لازم ان هو يورينا فعلا تاثير اللي حصل في الاجزاء اللي فاتت، على الرغم ان هو كان متكروت شويه من وجهه نظري في نهايه الجزء الثالث، بس كان لازم يورينا الكلام ده توابعه ايه. ومنطقيا يعني اكيد الموضوع ده هيكون مأثر على الشخصيه بشكل معين، ان هو مثلا يحتفظ مثلا غضبه شويه ويبقى هادي وما يحاولش ان هو يتنرفز على اي حاجه، وده لاحظناه اكتر من مره في اللعبه نفسها، خصوصا مع ان هو كبر في السن. غير طبعا ان اللعبه مديه ابعاد كتيره جدا للشخصيه بتاعت كريتوس، الاجزاء اللي فاتت ما كانتش بتخليني ابص الا من بعد واحد بس، ان هو شخص عاوز ينتقم فقط لغير، ما بتحاولش تخليني ان انا استكشف شخصيته اكتر واكتر مع الوقت. السؤال بعد كده، ما هي الالعاب التي تميزت بالحوار القوي برايك؟ هل تحس ان الجانب بدا يضعف في الالعاب الجيل الحالي او العكس؟ لا بصراحة حاسس ان هو ما بيضعفش، في العاب كتيرة جدا قدمت مستوى حواري ممتاز. لعبة زي The Witcher 3 كان المستوى الحواري فيها عظيم جدا، لعبة مثلا زي God of War برضو كان فيها مستوى حواري ممتاز، في العاب كتيرة جدا قدمت مستوى حواري، وانا حاسس ان الجانب ده بيعلى اكتر مع الوقت في الالعاب اللي هي بتحاول انها تركز على القصة بشكل كبير. سؤال بعد كده، ايه رأيك في الري تريسنج وشايف انها هتأثر ازاي على الالعاب الجاية والمحركات؟ بالنسبة للتقنية ذات نفسها من اللي انا قريته عنها واللي انا شفته في فيديوهات كتيرة جدا في الديموز اللي اتقدمت، هي حاجة فعلا هتنقل الالعاب بشكل كبير جدا من ناحية تقديم الاضاءة، وهتبقى حاجه ممكن فعلا تخلينا نوصل للسي جي اي كواليتي في الالعاب بالتحديد. ولكن في سؤال بساله لنفسي، امتى هنوصل للحاجات اللي احنا شفناها مثلا في الديمو بتاع ستار وورز، او مثلا الحاجات اللي احنا شفناها في بعض الديموهات الثانيه اللي قدمتها انفيديا، وامتى ممكن نشوفه كمان على الكونسولز؟ لان طبعا الكونسولز بتبقى موجوده بشكل اساسي في عمليه التطوير وبيتم التطوير عليها بشكل اساسي لاي لعبه في الفتره دي. القناه تعتبر نقله كبيره، بس مش هنحس بوجودها او هنشوفها كتير الا مع الوقت، زي ما حصل في كرايسيس 1 اول ما نزلت في 2007 كانت مقدمه تقنيات كتيره جدا
يعني تقريبا احنا في 2014 ابتدينا نشوف التقنيات دي موجوده في بعض الالعاب زي الامبنت اوكلوجن بمستويات مختلفه زي مثلا باراليكس اوكلوجن مابينج والكلام ده. التقنيات دي اللي قدمتها لعبه كرايسيس يعني ما شفناش الا بعد فتره، وفي تقنيات تانية ما عدناش بنشوفها. دي مشكلة كبيرة الصراحة. بالنسبة لسؤالك التاني، توصيل جيمينج هيدسيت غالية في دراع بلاي ستيشن مش هتستفيد منها خالص خالص. لازم عشان تسمع غالية توصلها بالبلاي ستيشن ذات نفسه، يا اما بكابل يو اس بي او الاوبتيكال كيبل اللي هو بيركب من ورا الجهاز ويكون فيه زي هاب مثلا او بيسموه داك او حاجه زي كده اللي بتيجي مع السماعه عشان تقدم لك التجربه اللي انت عاوزها، وخصوصا السراوند ساوند اللي هو بالشكل اللي هو 7.1. السؤال بعد كده، ايه العيوب اللي انت شفتها في لعبه ذا ويتشر 3؟ مش هقول لك انها عيوب، هقول لك انها حاجات انا شخصيا كنت اتمنى ان اللعبه تحاول تزود منها. هي حاجات موجوده في اللعبه بس لما اقارنها بالعاب تانية هلاقي انها مش بنفس كترة العاب مثلا زي سكايريم. وانا هنا بتكلم عن الاستكشاف، الاستكشاف زي ما قلت حاضر وموجود في لعبة زي The Witcher 3، بس كان نفسي ان هو يكتر اكتر، اللي هو ان انا فعلا احس بالاحساس بتاع التوهان. لو اي حد لعب لعبة زي سكايريم او لعب لعبة زي فول اوت والكهوف والمناطق اللي هي فعلا اللعبة ما تقولكش تروح ناحيتها خالص، هتلاقي يعني الموضوع ده كان كتير جدا. انما في The Witcher 3 هما تقريبا ركزوا اكتر عن العالم بتاع اللعبة يكون بيستعرض القصة، ويكون مثلا زي لوحة بتظهر اختياراتك من خلاله، زي ان في مهمات جانبية ممكن تخلي ان في قرى تختفي تماما او الناس اللي عايشين فيها يفضلوا على قيد الحياة. تقريبا العالم بتاع اللعبة تم استغلاله لحاجة زي كده، ودي حاجة كويسة جدا وتتحسب للعبة في الاخر. بس كنت اتمنى ان الاستكشاف يكتر في اللعبة ويكون في حاجات مساعدة عليه بشكل كبير. السؤال بعد كده، شنو رأيك بلعبة Ori and the Blind Forest؟ اللعبة دي كانت بالنسبة لي افضل لعبة مستقلة انا لعبتها في 2015 تقريبا او 2014، كانت نزلت امتى مش فاكر، بس اللعبة دي كانت جميلة جدا جدا، مستني بشكل كبير جدا ان انا اشوف الجزء التاني منها، يعني لحد دلوقتي ما فيش تفاصيل كتير عنه. بعد كده، ممكن ترشح لي مسلسل اجنبي يكون مميز وبنفس مستوى جيم اوف ثرونز او افضل بس يكون في منه نسخة سنسور؟ بصراحة ما شفتش حاجة خالص زي جيم اوف ثرونز. ممكن بعض الناس بيقولوا لي ان مسلسل زي فايكنجز يكون بنفس المستوى، خصوصا من المواسم اللي بعد الاول، لكن انا ما اتفرجتش عليه خالص الحقيقه ولا اعرف ايه نظامه. لكن جيم اوف ثرونز حاله استثنائيه شويه، لكن جيم اوف ثرونز ممكن تكون حاله استثنائيه شويه من ناحيه مستوى الانتاجي او مستوى عرض الاحداث او الكتابه عموما. افلام كرتون زي ديزني ودريم ووركس وغيرهم بتابعهم ولا لا؟ مش متابع بشكل اللي هو اول ما الفيلم ينزل لازم اشوفه، بس دايما بحب ان انا اشوف الافلام دي، لان دايما الافلام دي بيكون فيها قيمة بالنسبة لواحد كبير مش طفل، بتكون عالية جدا، خصوصا فيلم زي زيتوبيا مؤخرا من الافلام اللي عجبتني جدا الحقيقة. وترشيح لمسلسل انمي يكون فيه غموض وخيال واقدر اشوفه ستريم على النت، ستاينز جيت. الانمي بتاع ستاينز جيت كان عظيم الصراحة، يعني دي حاجة ممكن ارشحها. ايه الفرق ما بين برنامج سوني فيجاس وكامتازيا وافتر افكتس؟ افتر افكتس اولا ده مش برنامج بتاع مونتاج، ده برنامج اضافه افكتات وتحكم في افكتات بعد لما المونتاج يخلص. كامتازيا انا ما جربتوش خالص الصراحه، انا ما اعرفش عنه اي حاجه ولا جربت ان انا انزله حتى. سوني فيجاس كان ليا فتره طويله جدا مع استخدامه، وهو برنامج ممكن يكون كويس جدا للمبتدئين ان هم يتعلموا مونتاج من خلاله. وانا نصيحتي للناس اللي بتحاول انها تخش في مجال الفيديو مونتاج والايديتنج والكلام ده، دوس على نفسكم شويه، اضغطوا على نفسكم شويه وابتدوا تعلموا برنامج زي بريمير. بريمير ممكن يكون فيه مميزات اكتر من ناحيه انك انت سرعه الريندر ذات نفسه، ان الفيديو يتجمع نفسه في الاخر ويطلع ملف فيديو كامل. ممكن يكون التايم لاين ذات نفسه وانت بتقطع فيديو يكون لزج شويه عن اللي كان موجود في زي سوني فيجاس، بس لما حد يضغط على نفسه ويتعلمه بيلاقي انه بيطلع نتائج كويسه في الاخر وبيكون عملي اكتر من سوني فيجاس، خصوصا ان سوني فيجاس مش مستقر قوي ودايما بينزلوا باتشات كتيره جدا ممكن تضيف جلتشات جديده غير الجلتشات اللي اتصلحت. السؤال بعد كده برضو متلخبط بسبب الالاينمنت، ولكن الكلام مفهوم طبعا، ان هل ممكن فالف ترجع انها تطور العاب تاني؟ للاسف الشديد انا ممكن اكون متشكك في حاجه زي كده، بس الايام هتثبت لنا هل فعلا ممكن يرجعوا يعملوا حاجه زي كده ولا لا. لكن بالنسبه لهاف لايف، من افضل الالعاب اللي انا لعبتها الحقيقه هاف لايف، ممكن نقول ليها فضل في ان العاب كتيره جدا ظهر لنا بالشكل اللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي. هاف لايف فعلا اثرت على صناعه الالعاب بشكل كبير جدا، من ناحيه عرض القصه وسط الجيم بلاي، من ناحيه التقنيات المستخدمه فيها زي الفيزيكس والكلام ده. فهاف لايف 2 بالذات ممكن تكون من الالعاب المؤثره والمهمه جدا
في صناعة الألعاب. اسألني بعد كده عن انتقادك لمستوى الذكاء الاصطناعي في ألعاب نوتي دوج، هل انتقادك للمرافقين لبطل اللعبة نيثن دريك أما الأعداء؟ لأن بصراحة ألاحظ ذلك مع المرافقين وبالأخص في مراحل التسلل. بالنسبة للألعاب بتاعت نوتي دوج، هو في مشاكل بالنسبة للذكاء الاصطناعي مع الناس اللي معايا كومبانيونز أو المرافقين اللي معايا أو من الناس اللي بتواجهني. من الناس اللي بتواجهني في اللعبة دايما بشوف لعبة زي Uncharted، ودي حاجة لاحظتها بداية من Uncharted 3، إن أنا دايما بلاحظ إن الناس تصرفاتهم ممكن تكون مثلا في التعامل في الجان فايتس والكلام ده مش ذكية قوي، أو مش بيتعاملوا معاها بشكل أنا منتظره من بني آدم بتصرفات طبيعية. دي حالة مش مغطية على اللعبة بشكل كامل، كانت بتحصل من حين لآخر. ولكن يعني في Uncharted 4 كانت الموضوع ممكن نقول شويه كده شويه كده، يعني في مواقف زي اللي هم بروتس اللي هم الناس اللي مدرعين نفسهم الاقيهم عاملين لي فلانكينج وجايين لي من ظهري ويموتوني، حصلت حاجه زي كده معايا في Uncharted 4 اكتر من مره. لكن المرافقين بالذات بيطلع منهم تصرفات غريبه جدا، وحاططها في الريفيو بتاع لعبه The Last of Us، مرحلة بتاعت السوبر ماركت اللي كان موجود في اللعبة اللي انت بتقابل فيهم الكليكرز تقريبا اول مرة. المفروض انك انت داخل في اتموسفير بقى انك انت بتحاول انك تتحرك بحذر ومحدش من الكليكرز يسمعك، وتلاقي ان الناس اللي معاك واخدنا عدو سريع في المنطقة رايح جاي، اللي هو انتوا بوظتولي شوية الاتموسفير بتاع المنطقة دي والاجواء اللي المفروض ان انا عايشها. فانا عموما مش عارف ليه نوتي دوج دايما حتة الذكاء الاصطناعي بتوعها منهم حبتين، على الرغم ان الالعاب بتاعتهم مش عالم مفتوح او حاجة زي كده ممكن تؤدي ان يتم التضحية بالذكاء الاصطناعي في مقابل مثلا يقدم لك منطقة واسعة وكبيرة او تفاعل بشكل عالي جدا مع الفيزيكس والكلام ده. اللعب خطية وانت ممكن تعلي من مستوى الذكاء الاصطناعي بنسبه كبيره، وشفنا الكلام ده في لعبه زي جادو فور مؤخرا. بعد كده بعيدا عن المشاعر، انت شايف ان في احتماليه لجزء جديد من بلادبورن؟ وهل النهايه غطت القصه من كل الجوانب؟ انا في رايي النهايه غطت القصه من كل الجوانب، وعشان كده انا شخصيا بعيدا عن المشاعر زي ما انت قلت مش عاوز جزء جديد من بلادبورن. اتمنى ان ما يحصلش بقى حلب للعبه ونشوف بقى اجزاء ممكن ما يكونش ليها لازمه، لان انا شايف ان اللور بتاع اللعبه ككل كاحداث وكفلسفه للاحداث نفسها بدأت وانتهت في الجزء الاولاني. فاتمنى ان ما يكونش في نية لان هما يعملوا جزء جديد، واتمنى اكتر ان From Software يحاولوا ان هما يعملوا العاب جديدة تكون مختلفة ويفاجئونا بافكار ممكن تكون مؤثرة مع الوقت زي ما حصل مع Dark Souls اللي قدموها الجيل اللي فات. وسؤال بعد كده برضو ليه علاقة بFrom Software، ايه توقعاتي بالنسبة للمشروع اللي جاي خصوصا ان ميزاكي هو المشرف عليه؟ في اشاعات طلعت الفتره اللي فاتت قبل A3 اللي فات ان اللعبه اسمها فانتوم ويل، واللعبه هيكون فيها شغل فنون قتاليه والكلام ده. انا بصراحه مش عارف اتوقع ايه اللعبه بالظبط هيكون شكلها عامل ازاي ولا قصتها هتتقدم ازاي، بس انا مرحب باي فكره جديده هتدعك ميزاكي يقدمها. الراجل ده دماغه توزن ذهب، واتمنى ان انا اشوف افكار جديده تطلع منه بدل ما يكون بقى محصور في نوع معين من الالعاب وهو السولز جيمز. السؤال بعد كده، تفتكر صناعة الألعاب بتأثر على استمتاعك بيها؟ يعني المطورين بيستمتعوا باللعبة اللي بيعملوها بعد ما يخلصوها زينا؟ أنا اتكلمت مع ناس كتير اشتغلوا في جانب التعريب وجانب اللوكاليزيشن عموما، وجانب تاني وهو كواليتي اشورنس ان هم بيعملوا تيستينج للعبة والكلام ده، والناس دي اشتغلت على ألعاب ممكن تكون مختلفة بدون ذكر الألعاب دي هي. كل اللي انا فهمته منهم ان عملية انك انت تشتغل على اللعبة حتى لو اللعبة دي كانت من الألعاب اللي انت بتحبها، لما بتقعد كل يوم تعمل تيستنج للعبة دي بحالات مختلفة وهي بقى بايظة بقى وفي حالة الالفا وبعد كده وهي في حالة البيتا وبعد كده قبل ما تنزل وبعد ما تنزل عشان تشوف الابديتس والكلام ده، الموضوع ممكن يخليك يعني اللي هو خلاص انا لعبت اللعبة دي بما فيه الكفاية وتحولت لشغل، ان انا افضل كل شوية اتردد على اللعبة دي في شغلي واشوف اللعبة شغالة كويس مع الابديت ده ولا لا. فاعتقد بنسبة كبيرة الموضوع فعلا بيأثر على استمتاعهم بيها، وما بيتجوش غير ان هم يشوفوا الناس لعبة اللعبة عاوزين ايه من الاجزاء اللي جاية او ايه رأيهم من ناحية حاجات معينة ممكن يعملوها مثلا في ابديتس والكلام ده. ممكن الموضوع فعلا يأثر على استمتاعك باللعبة اللي انت اشتغلت عليها. السؤال بعد كده، بما انك بتقرأ الكوميكس، يعني ايه انتي هيرو ومين هم؟ فكرة انتي هيرو دي مش موجودة في الكوميكس بس، دي موجودة في افلام، موجودة في مثلا الانمي، وموجودة في الالعاب برضو، وهو الشخص اللي ممكن يكون عنده مبدأ مثلا او عنده هدف انت ممكن تلاقي نفسك عاوز توصل للهدف ده لو انت مكانه، بس اسلوبه في تحقيق الهدف ده ممكن يكون دموي، فيه جرائم كتيرة جدا. امثلة الحاجات زي كده في فيديو
جيمز كريتوس في الاجزاء اللي فاتت من جاد اوف وور. امثله في الكوميكس عندنا حاجات كتيره جدا، ديد بول مع انه شخصيه كوميديه بس برضه يعتبر انتي هيرو، لو قريت الكوميكس بتاعته هتفهم حاجه زي كده اكتر. عندنا شخصيه زي ريد هود اكبر مثال لحته الانتي هيرو، لان هو عاوز يعمل نفس اللي باتمان عاوز يعمله بس شايف ان اسلوب باتمان مش فعال، لازم ان المجرمين اللي باتمان بيحاول ان هو يحافظ على حياتهم دول يتقتلوا. طب بعد كده ايه اجمل التريلرز، الالعاب اللي عدت عليك اللي مش بتقدر تنساها من الاخر؟ في تريلرز الصراحه الواحد ما يقدرش ان هو ينساها، يعني معظم التريلرز مثلا اللي نزلت لعبه زي فانتوم بين على الرغم انها حرقت حاجات كتيره جدا في القصه، ضمن التريلرز برضو اللي عجبتني جدا على الرغم ان هو كان سي جي اي، التريلر بتاع اساسنز كريد ريفيليشنز كان معمول بشكل حلو جدا، اللي كانت فيه الاغنيه بتاعت ايرن بتاعت وودكاد. وفي تريلر كان عظيم بس للعبه زباله، وهو التريلر بتاع ديد ايلاند. التريلر ده كان مأساوي جدا، كان كئيب جدا وكان معمول بشكل حلو، ولكن تجربتي للعبه في الاخر كانت حاجه في قمه القرف، فيعني اللعبه ما كانتش تستحق التريلر بتاعها، هو تريلر سي جي اي بالتحديد. سواء بعد كده كنت حابب اعرف حسب وجهه نظرك، لو افترضنا انك مطور العاب ايه اللي ممكن تعمله عشان تقدم لعبه سنجل بلاير بلاي فاليو محترمه تطول من عمرها؟ ممكن اقول لك اللي انا شفته في لعبه زي جاد اوف وور في الفتره اللي فاتت. اللعبه دي حطت لي قدامي معيار لحاجه زي كده، انك انت هتقدم قصه ماشيه بشكل خطي بتتحرك من نقطه للتانيه، ولكن حوالين القصه دي في محتوى تاني، في محتوى بيتقدم بشكل تدريجي اكتر واكتر مع الوقت كل ما بتتقدم في الاحداث بتاعت القصه، والمحتوى ده بيتقدم على اساس اللي حصل في القصه ذات نفسها. دي حاجه قدمتها لعبه زي جاد اوف وور بتميز شديد جدا. وفي العاب قدرت انها تعمل حاجه زي كده بس مش بنفس مستوى الجوده اللي انا شفته من جاد اوف وور، زي مثلا براي اللي نزلت السنه اللي فاتت. اللعبه دي كانت مظلومه بشده، وفي ناس كتير جدا مش مدركين ان اللعبه برضو مقدمه تجربه خطيه بس حاطه من حواليها محتوى ممكن يكون ممتاز. فمش لازم انك انت تطلع باللعبه في عالم مفتوح عشان انك انت تقدم محتوى جانبي يكون مناسب للعبة نفسها كلعبة خطية. طبعا دي حاجة هتساعد بشكل كبير جدا على انك انت تقدم ريبلاي فاليو او قيمة اعادة ممكن تكون عالية وممتازة مع الوقت. وطبعا ممكن اضيف عليهم لعبة برضو زي ديس اونرد مثلا، من ناحية انك انت بتقدر انك توصل للهدف بتاعك باكتر من شكل، وهي لعبة خطية برضو. في العاب طبعا خطية حاولت انها تقدم محتوى جانبي بس ما كانش بنفس مستوى جودة التنفيذ، وامثله الالعاب دي برضو لعبه زي وولفنشتاين على سبيل المثال. انا استمتعت جدا باللعبه دي بس المحتوى الجانبي اللي موجود فيها مفيش حاجه في تصميم اللعبه بيدفعني او بيجبرني ان انا العبه واشوف هو بيقدم ايه مع الوقت. طيب بعد كده كمل مبيعات حققت جاد اوف وور في هذه الفتره، وما هو المحرك اللي تتعامل بيه اللعبه؟ قبل ما انا اعمل الفيديو ده المفروض ان كان في تقرير رسمي ان اللعبه حققت مبيعات 3.1 مليون نسخه في اول 3 ايام من نزولها، فده رقم مش صغير خالص، وبالنسبه للعبه حصريه على الكونسول. المحرك اللي معموله بيه اللعبه هو محرك خاص بسانتا مونيكا الاستوديو اللي عامل اللعبه، ما اعتقدش ان ليه اسم معين زي المحرك مثلا بتاع جوريلا جيمز، بس هو محرك خاص بيهم مش محرك مثلا فيه استخدام شائع ليه زي انريل او كرايتك مثلا. السؤال بعد كده، هل تعتقد ان مسلسل بريكنج باد ممكن يتم تطوير اللعبه ليه، وبرايك ماذا سيكون نظامها؟ بصراحه انا شايف ان حاجه زي كده ممكن تكون صعبه، مسلسل زي بريكنج باد مسلسل درامي من الدرجه الاولى، فشايف ان صعب ممكن يتعمل له لعبه ومش متخيلها الصراحه يعني. السؤال بعد كده، تتوقع عوده برنس اوف بيرشا؟ انا شايف ان حاجه زي كده مش بعيده، احنا شفنا السنه اللي فاتت يوبي سوفت اعادوا احياء سلسله زي بيوند جود اند ايفل والجزء الثاني بالتحديد، وحاجه زي كده ممكن تحصل مع برنس اوف بيرشا، بس ممكن يحصل بقى تغيير لطبيعه السلسله او تقديم لفكره جديده ممكن تتناسب مع السياسات الماديه بتاعت يوبي سوفت، وده اللي شفناه مع الاعلان عن لعبه زي بيوند جود اند ايفل، انها تحولت من لعبه خطيه للعبه عالم مفتوح او اكوان مفتوحه بقى من الاخر، لان فيها سفر عبر الفضاء والكلام ده. فبس دي كانت الاسئله تخص الحلقه دي، وطبعا زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو اي اسئله عندكم تسالوها من خلال الكومنتس موجوده تحت او من خلال التويتر اكونت بتاع القناه نفسها، وانا مستني الاسئله بتاعتكم. وطبعا الحلقه هتتقدم في الاسبوع بعد اللي جاي ان شاء الله، ممكن الحلقه دي شكلها كده تنزل على يوم السبت، فهيكون الاسبوع اللي بعده او الاسبوع بعد اللي بعده، ده عشان زي ما قلت لكم قبل كده الحلقات دي بتنزل بنظام اسبوع واسبوع لا. انا مستني الاسئله بتاعتكم. شكرا جزيلا لكم على الاسئله دي، اسئله كان منها حاجات حلوه جدا، واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم فيديو جديد.